هو الصراحه انا ده كان مشكلتي في الحياه، جدول الضرب ده ما حفظتوش ابدا. جدول الضرب اخره كام ايه؟ اخره كام رقم يعني ولا اخره كام؟ بس هو اخره 12. الدايره فيها كام ضلع؟ قول لي اسماء اربعه من الصحابه. وزبيد بن العوام تقريبا. زبيد مين؟ عم حسيت اجيب صلاح الدين. ايوه ايوه ده صح. لا يا عم لا خلينا خمسه من الصحابيات. مش هتفرق يعني.